والثقافة والاتصال وحشد من الفنانين. يورى جثمان الفنان الثرى اليوم في مقبرة العالية في الجزائر العاصمة. وردة أسطورة الطرب العربي رحلت عن عمر ناهز 73 عاما إثر أزمة قلبية أصيبت بها في القاهرة. على متن طائرة عسكرية جزائرية وصل جثمان المطرب الكبير وردة إلى مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائر قادما من القاهرة، وكان في استقبال النعش وزراء الخارجية والثقافة والاتصال، بالإضافة إلى فنانين ومثقفين. وقد ساد جو من الحزن الكبير على فقدان إحدى أكبر مطربات العالم العربي التي توفيت الخميس جراء نوبة قلبية في القاهرة. وردة صوت، أجمل صوت وأكبر صوت في الجزائر وفي العالم العربي اليوم. وردة أيقونة في الثقافة وأيقونة في الحركة الوطنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وردة حتوحشينا يا حبيبتي، راح نشتاق لك بزاف ونتوحشوك يا اختنا العزيزه يا بنت الجزائر. واحد اللي يدق الشرقي ما ينجمش ما يدقش ورده، ورده وهي ورده، ربي يرحمها ويوسع عليها. بوفاه عملاقه الغناء العربي تفقد الساحه الفنيه واحده من المع مبدعيها طربا وثقافه، واشجعهن صوتا واحبهن الى قلوب الجماهير فنا واصاله واخلاقا والتزاما. ولادي أحبك فوق الدنيا.